بدأت أعمل استثمارات خاصة فيها، صغيرة لكن جيدة، وعائدها بالنسبة لتكلفتها كبير جدا ومرضي. بدأت أشتري في شمال جدة، أشتري أراضي، وكنت من النوع اللي أشتري وأبيع، أهم شيء أني أحقق ربح. يعني كان عندي دوران النقد عندي أهم من أني أمسك العقارات عندي أو البزنس عندي. بعدين وقعت عقد أكثر من رائع مع شركة نسمة، كان أسطول طيران، وكنت المشغل لرحلات نسمة من الطائف إلى القاهرة، وأنا المسوق، وأنا اللي يدير المحطة لهم. وظفت أحد الشباب السعوديين فيها، وبدأت أفتح مكاتب خاصة بنسمة في السوق اللي هو تابع للطائف. التنوع هذا صنع لي يعني بزنس جيد، صنع لي معرفة أقوى بفضل الله. استقرت إياب واستقرت أعمالها، وأيضا نمت ثروتي حتى لو كانت بسيطة، ولكنها ثروة من الصفر جد. استقرار إياب هذا جعلها تنتقل إلى مرحلة أخرى، وهي الدخول في المناقصات الحكومية. بدأت تأخذ مناقصات على مستوى المملكة، في الرياض، في القصيم، في تبوك، في المدينة، في جدة. فكان هذا انتصار جديد لشركة بدأت من الصفر تعمل في محافظة وتغزو الأسواق الكبرى. بعد نجاح شركتي وبعد دخولي في عالم الأعمال ومعرفتي برجال أوفياء في الطائف في القطاع الخاص، بدأوا يطلبون مني أني أدخل تجربة عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية.